زين. قصتي ولكن اختصري هو 2004 ولدي وانا يميتها ورقيت رقيت رقيت 2004 حاولي غير ما تذكرش الاسماء ديال الاشخاص لا راقي لا شي واحد مشيتي عنده ولا ثقيله تحت لا 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 جنبي الاسماء كيفاش نجنبهم زيدي زعما ما تهضريش ما تذكرش الاسماء اللي مشيت عند شي واحد مشيت عند فلان مشيت لا لا زيدي ودرك راني هذا مريضه هذا مريضه يلا رقيت هذه ماشي بزاف ماشي داكشي بسيرجع لا تخرج منها كامل زيدي ما عندي ما نقول لك هذا هو اللي نقول لك دابا دابا سيري سيري نضحك مزيان سيري سير باش نضحكوا سير احكي لك واحد النكته حتوته فين نمشي لا في داك الكرسي اللي كانت جالسه فيه ايوا اسمعني لا 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 كلسي الحاج الا ما درت هادشي اللي كنقول لك بالاراده ديالي وبالاراده ديالي غنديرو بالعصا يلا سير بسليها دخلت قاصح لا لا ما تدخلش قاصح يلا سير جلس هذا ما عندو ما يطيح واش بالك نطلع عليك واحد الاسئله ديالي وتجاوبني عليها بصدق ولا حسيت بريحه الصدق نكون معك صادق ونتعامل معك مزيان ما حسيتش بريحه الصدق غادي نقصحو ملينا بالقصحيه ملينا وعينا قصحيه عينا بالقصحيه وملينا ملاتو ملاتو ملينا ملاتو مليتو زعما ملات بالقصحيه ومليتو ما معنى ملات ومليتو يعني ديجا راكم كاليه العصا طبتو بالرقي الرقيه بزاف دارت الرقيه بزاف شحال دازت من دغا 10 20 راقي ها لا 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 يعرفها 50 راقي 40 راقي عليها راه مغطرس لكن تعذبت تكرفصت يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي كاين بوحدك في هذا الجسد ما دارش شي عملية جراحية فين لا اللعني الفتق الفتق لا ما درتهاش لا ما درتهاش ما غدير على اخوك تعرف عليها كل شيء ما درتهاش ما خليناهاش كنت تاكل شي دواء خليناهاش كتاكل دواء على التغويض ما عندهاش شي دواء نتاع العقل قال لها باب الرقه اللي دار لها قال لها خصك تسيني تاخذ شويه تاع باش يعاونك دواء على البسيكولوج الراقي قال لها خصك تاكل الدواء تاع البسيكولوج اللي مشيت معاها طبيعي انا جوج مرات كنمشي معاها يقول لها خذي ما كانش تاخذو شكون هذا الراقي؟ انا في وجده يا قلتي قبيله ما بغيت سمياتهم انا قلت درك ما تذكريش سميات انا قلت ما تذكريش والله ضحكتيني والله الا ضحكتيني يا
يأست كرهت الرقية قنطت من الرقية كرهت بغات تبرد في الساعة بلا تبرد دابا هي كتقلب على الشفاء السريع الحمد لله جينا عندك زيد لاش كان عندها رونديفو اليوم كان عندها موعد اليوم بس هذاك الدري اللي اللي خلص المساج قالها هذا قلت له لا مش عمل اخو قبيح مش عند هذا بثلت باغي شوف باغي الحل ما تضحكش حيت راه البديه ربما انت تولف الضحك من قبل بصح نقدر الضحك عندي في الاول وفي الثاني تبكي كاع كيصرى لهم هاك فانا نهضر معاك انا نهضر معاك بادب والله الا بغيتك تسمعني تسمعني لربما راك ديجا كليت العصا وديجا ترقيت بصح قدر رب العالمين يوفقني باذن المولى عز وجل كيما وفقني في الحالات اللي قبل منك وفي التالي والله حتى تبكي تحطهم دموع دمعة عليها دمعة صافي ولكن شتي اللي تعاملت معايا مزيان غادي تفتح لي واحد المتنفس باش نتعامل معاك مزيان بصح بقيت متغطرس بحال هكا وكتضحك التصرفات الغبيه راه ماشي ينفعوك انت تهرس راسك وكي غادي شوف شتي ديك اللحظه اللي تكون تبكي فيها كيما الجن الاخرين اللي كنقول لهم هاد الهضره وكيوقع لهم داك الشيء في التالي عرفتي غادي يصرا في التالي كي غادي تكون تبكي والالم ينزل عليك الم يليه الم يليه الم وانت تبقى تقول لي صافي صافي غادي نقول لك راني قلت لك في الاول ما تضحكش غادي نقول لك راني قلت لك في الاول ما تضحكش وتما غادي نقردنك بس مو معنى نقردنك غنفهمك نقردنك يا ردك التلميذ ممنوع تضحك ممنوع تهضر وتربع يديك صافي وا ولكن دابا اللي بغيت نقول لك تادبا لوجه الله عز وجل طاعه لله عز وجل خلقك خلقها وخلقني وخلق الارض والكون والاكوان وخلق الدنيا وما فيها طاعة لله عز وجل تأدب ما تأدبش معي تأدب مع الله عز وجل وهذا شوف هي دارت الرقية ودارت الرقية ودارت الرقية ولربما أنت نفسك جني عيت من العصا كرهت العصا عيت من العصا عندك الحق وحيد انت حيت انت عيت من العصا انا ما بغيتش نأذيك بغيتك تأدب معايا صافي غادي نديرك بحال الاخ ديالي وغادي نتواصل معاك مزيان غنبحث لك على الحل قرب داك الكرسي واجي جلسي هنا شوف هز راسك شتي الكرسي اللي كنت جالس عليه غادي تهزو وتجيبو هنايا لهاد البلاصه وتجلس ونهضر انا وياك اجي جلس هنا نجلس في الارض لا انا بغيت نكرمك انا عندي حشومه ان الجني شوف انا علاش غادي انا خفت راجلي تطيح انت تقبض زيد هنا زيد زيدي عاد زيدي كاين شي بيتو تما كحزين القنطلي زيدي صافي راه صافي يلاه جلس ها لا كون كان صافي ايش هذا اسمه هو ايش هذا الحس مطفيوه هاد الحس ما عجبكش هو واعر يلا اسمعني كتسمعني كتسمعني مزيان راك تسمعني دابا انت واحد الجيني كثرش ما درت الرقية كتاكلت العصا بزاف تعذبت بزاف عييت بكيت مرضت في صحتك انت براسك بعدا تعقدت وكرهت الرقات وكرهت الرقية ياك علاش كاع هاد الرقات اللي دزت عندهم زعما ظلموك كي سولتها قلت لها بشحال مراقي قالت لي سير طلع ال 50
اسمعني مزيان دابا انت واش راك باغي شي حل ولا ما راكش باغي؟ انت اللي تعرف، لا انت اللي حل، انت اللي دير الحل معايا. انا ما نعرف والو، انا ما نعرف حتى حاجه، انت اللي دير حلك مع هاد السيدة. يلا واسمع انت، واسمع سايا ولدهم. اسمع اسمع دابا انت هاد الناس اللي دزت عندهم داروا لها الرقية كاملين، بغاو يديروا لها الحل ولا مبغاوش يديروا لها الحل؟ الله اعلم. لا واش هما كانوا باغيين لها الحل ولا لا؟ واش كانوا باغيين هما ليها الحل ولا لا؟ كانوا باغيين لها الحل. واش هاد الناس هادو العيب فيهم هما؟ ما قدوش علينا، ما قدوش علينا. لا انت ما تقولش، ما عرفت ما عرفت ما تقولش ما قدوش عليا. انت اصلا الاسلوب ديالك والطريقه ديال الهضره ديك غبيه. واش نقدر نشرب شويه ديال الماء؟ نعطيوكش انت الرقيه، انت الرقيه كاع. انت الرقيه، انت الرقيه الرقيه لحقاش راه هاك. جزاك الله خير. بدا جميل هاد السي، هاد الشي عاد قلت لي جزاك الله خير. شرب زيت، شرب زيت زيت. زيد شرب زيت، زيد شرب. بصحتك. يلا واسمعني اسمعني، الله يرضى عليك اسمعني. انت عندك واحد الرغبه باش حنا ندبروا لك على الحل وتخرج طاعه لله، ولا ما باغيش؟ ولا انت كي كيقولوا لك هاد الناس اللي درت عندهم الرقيه خرج كتقول لهم لا؟ فهمت؟ جاوبني سياب دوك انت العام جابتك. واش انت عندك رغبه باش تخرج؟ شنو هو المانع اللي مانعك باش تخرج مع انك تعذبت والرقية والتكرفيص؟ باغي نجلس معها، باغي نعيش معها، باغي نجلس معها، باغي نعيش معها. ماشي شغلي، ماشي شغلي. ما قديتش نخرج وانت دير الحل ديالك. ما قديتش تحيو. قلت لي انا باغي نخرج ودوكا قلت لي لا انا ما باغيش نخرج، باغي نقعد معاها. ايوا لا قديت تخرجني، ماذا بيك؟ لا قديت تخرجني، ماذا بيك؟ ماذا بيك وماذا بيها؟ هي راه تقول خرج عليا، خرج عليا، خرج عليا. ايات كات، ايات تضربت بزاف؟ كليت العصا انت بزاف؟ بزاف كاع كاع انواع العصا كلها. الخيط الضو، ها؟ واش الضو ولا غير الخيط؟ الخيط يعني الضو، يعني الزلاط الضو. يا الضو الضو داروا لك الضو، الضو هاكا الضو، الضو في الرجلة وطلع معاك الضو. اوه حرقونا صباح وضربوها، ضربونا. دابا شي دابا دابا باش تفهم، دابا الحاله اللي كانت تعاملوا معها هو ديجا طايب بالرقيه، يعني دا دا يعني بكثرش ما دار الرقيه. راه المراه قالت لك ازيد من 50 راقي، 30 راقي، 40 راقي، طاب بالرقيه. يعني انت طبت بالرقيه، خصك تخدم عقلك، ما خصكش تعيش هذه الحياه هذه. انا ما تمرش عاجبني، انت راك براسك خصك تاكل الروزينه ولا الارطان. انت راك هبلت، انت راك بديت طلاشي، فهمتني؟ وعذب تراسو قبل كاع، تراسو عذبو. واخا يلا واسمعني دابا بالله عليك، انت راك راضي بهاد الحياة اللي راك عايشها؟ هز راسك، هز راسك، هز. انت راك عاجبتك هاد الحياة اللي راك عايشها؟ لا. انت قلت لي كنبغيها وما بغيتش نخرج، وإلا قدي تخرجني خرجني. يعني كترفع التحدي وبالاستهزاء من فوق. ايه قلت لك الصح. واه ولكن غير فهمني، غير فهمني، غير فهمني. دابا واش اللي كيبغي شي واحد كيعذبو؟
واش اللي كيبغي شي واحد كيعذبو؟ كاين التعذيب وكاين الحب وكاين كلشي. وي يعني تحبها تعذبها؟ كاين بزاف الحوايج. مزوجة؟ لا خلاص زوج. يعني سنوات؟ شحال؟ 28 عام. هو فيها؟ لا هي راه فيها الله اعلم. شحال عام انت فيها تقريبا؟ انا واو بصخرة ملي خرجت نكرش امها. شحال معاهم تقريبا؟ ايوا هي بعدا راه عندها 65 عام. شحال راه في عمرها هذا؟ 66 عام عندها راه. مازال ما مزوجاش؟ لا 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 عندها داك الوليد. داك الوليد ما قعدوش ما قعدوش معاها مي قعدوش قعدوش نخليهم على حياتها على ولدها على العائله اللي عليها مع الناس. لا يخلي خليها ما نعرفش من دابا كي جابت لي حاله ماشي حاله كي عارفه ما يجي الحضاره لا الله صعيب الله يقيلكم في العون وصافي فهمتي ورا ديجا سمعت للرقيه يعني واش كاين شي حاجه زينه احسن نديروها خصنا نديروها ما نقرانش نشد الميكرو نقرا الله يحفظك انا شفت القرايه ندور الميكرو في فمي نسقو ونبدا نقرا نعطيك الوقت ديالك الكافي ساعه ونص جوج سوايع ثلاثه ما كاينش مشكل ومن بعد فهمتي نقدر نوض دركا يبقى يزكي غوت ندير البوز تاع انا وانت يعجبك الحال ونعذبوه واش تعذب سبق لك تعذبت بحال هذا العدو سهله بصح الانسان يخدم عقله الحاله راه باينه حاله الله الله المستعان سبحانه وتعالى كتعرف الله انا نعرف الله بحال نعرف الله اه الله عز وجل كتعرفو مزيان ونخافو تخاف منه خافو اه واخا انت دابا عارف بلي الله ما كيبغيش هادشي اللي كديرو اه عارف وانت قلت لي كنخاف دابا تعمل التناقض شغلي انايا شغلي عندها ماشي شغلي عندها 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 واش غير انا اللي راني هنا لا عندها السعر كاين خدام بزاف كاين كاين جن بزاف واش كاين جن بزاف كاين خدام بزاف واش كاين خدام بزاف فوق القياس كاين خدام بزاف كاين جن في هذا الجسد بزاف كاين انا وواحد الكافر بالله وانت فيك الخير يزيد يزيد شكون اخر انت واحد الكافر بالله وشكون اخر زيد كمل يعني انت قلت لي كاين مادام انه كاين واحد اخر الا كاين ثالث وكاين ربما رابع لا خرجوا بالسيف باقي شكون اللي باقي شكون اللي باقي كاين بالسيف خرجوا بالسيف شكون اللي باقي باقي انت وهذا الكافر زيد زيد واهضر كاين نتا وهاد الكافر زيد ودابا كل واحد فيكم عنده سحر ديالو بوحدو ولا نتوما خدامين على سحر واحد انت قلت لي ملي تزادت وانا فيها وكلات بزاف واش هي ملي تزاد زادت كتاكل ولا داكشي دات ورطاتو على الام ديالها ولا ما فهمتش جاوبني اش نجاوبك اش نقول لك هادشي هذا هاد الحاله انت قلت لي عنده تناقض في الهضره مشكل انت قلت لي من الصغر وانا فيها وقلت لي كلات بزاف كلات السحور بزاف واش غادي ندير وي انت قلت لي من الصغر وانت فيها واش انت ضرني راسي معاك ودي بداو ياكلوني الامان ديالي بداو ياكلوني ما تضربش لا ما تخافش ما تضربش لا 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 لحقاش قبيله قالوا لها راه يضرب هاد السيد علاش خفنا قبيله ليها قالوا لها يضرب هاد السيد ما نضربكش انا يدي راه ياكلوني بغيت ندير هكا بغيت نخاف ندير هكا احنا نخافوا من الضرب تخافوا من الضرب كون جيت تخافوا من الضرب لو كان خرجتوا بالضرب اللي ضربتوه من قبل بالضو الضو كاع في مصنع الضو الزلاط هادي راه باينه مشات الحصه ديال الضو انت حضرتي الحصه ديال الزلاط
كان خرجت بالضبط خرجت هذه زمان. انت قلت لي دخلت فيها من الصغر وجاوبني وعيش معايا توقض شويه دخلت من الصغر وشويه قلت لي انا دخلت بسحر ماكول ولا دابا انت دخلت بسحر ماكول ودخلت من الصغر. هي ملي تزادت كيما قلت انت بعظمتي لسانك واش كانت تاكل ملي تزادت وكي درت دخلت بهذا السحر ماكول عندها السحر بزاف دار ولا السحر وهذا السحر فكاش داروه فكاش دخلت انت فكاش داروا هذا السحر هذا فكاش ندار هذا السحر هذا اللي دخلت به انت خبيت هذا السحر اللي ندار فكاش هذا السحر اللي ندار دخلت به انت فكاش ندار السحر حتى وهدروا لها السحر وكلوها هذه سنين أعوام وبتر بيت ولدها وزيد 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 راجلها يعني وزيد وزيد سادة تحت الراس كتسمعني واحد شويه كتسمعني كتسمعني صافي زيد حتى يقول لي واحد ملي غتقول لي واه كنسمعك غادي نقول انا نسمع صافي خف يلا هو سمعني واش غادي نقول انا بغيت انا راه باينك ماشي غير كذاب راه تجمع فيه الكذوب والمكرو والتقشاب والضحك والطنيز والمراوغه والروينه جمعت فيه تجمع فيه كل القوالب نتاع الدنيا مجموعين فيه يلا واسمعني خف ابقى سنة خويا واه كتسمعيني نسمعك انت كتسمعني انت 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 هي ماشي هي انت دريتوني انت انت كنهضر معاك كتسمعني انت شنو سميتك بعدا انايا واه انا
ولا هي انت يا ماشي هي انت انا يا جن والجن انت شو كسميتك الجن الجن سميتك سميتك واش تقدر تتواصل معايا بلا طنيس بلا ضحك بلا تقشاب وتجاوبني بصراحة سخفت انا عارف انك مزوج بيها انا انت مزوج جن بيها وكاتب غيها مزوج بيها مزوج بيها مزوج بيها مزوج بيها مزوج بيها مش قادر تواصل معايا بلا كذوب بلا كذوب لا زيد كلمه بلا هيا جبد شوف تهز يدك وتجاوبني وتكمل هذا الشيء لا وهزاك يدك فتنتنا هز يدك هز يدك قول اقسم بالله العظيم اقسم بالله العلي العظيم انا نشرب عط جب بدي اعطيه العصا قال ما تشرب لا 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 بقاوش نعطوك غير في الماء حنا مش عندنا هنا الساقيه العين نزال نزل صحة ينزل واش بالك تجلس وتسمع لي الهضره انا بغيت نتواصل معاك ما بغيتش نضربك تجلس وتسمع لي الهضره اخف تجلس وتسمع لي الهضره ماشي واش تجلس وتسمع لي الهضره واش تجلس وتسمع لي اعطيه تجلس وتسمع لي الهضره ايه هز يدك اليمنى ما كانش الماء ما كانش الماء هز يدك زيد هز يدك هز يدك صافي انا عارف يلا نزلت اكل فيها فيها انا عارف الغده الداخليه سمعت لا ما تخافيش انت اللي درت هالغده مرضات 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 حملتك واش تواصل معايا بادب وتهز يدك وتقول هز يدك الله هز قول اقسم بالله العظيم اقسم بالله انا اقول الحق انا اقول الحق ولا شيء غير الحق ولا شيء يلا نسولك وجاوبني كاين بعدك في هذا الجسد حنا بزوج قلت لك قلت لي كانوا قبلوا خرجوا كانوا شي جن قبلوا خرجوا بزاف 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 في 2004 نقول لك من 2004 حسب يا سيدو يا سيدنا هذه من 2004 لكم كان خرجوا 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 من 2004 خرجوا خرجوا لها كل ما عرفت هذا العام اللي هذا العام هذا فينا اشعل مخطره جابتها اختها ماشي غير دروك واخا يلاه اسمعني دابا انت شنو هو السبب اللي مانعك باش تخرج شنو هو واه انا العاشق كيفاش العاشق العاشق ديالها العاشق 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 ديالها انت العاشق ديالها وانا عرفناك انت العاشق ديالها دابا واش انت راك باغي حل كيما داروا دوك الاخرين حل باغي حل باغي نخرج ورا قلنا لك في الاول قلت لنا راني باغي نخرج وليت قلت لنا راك واش كاينه شي حاجه مانعك باش تخرج ما عرفت انت اللي تقد عليها والله هو اللي قد عليها واو عرفنا ولكن انت هو الجن وانا هو بنادم انت خصك تقول لي واش هي الحاجه اللي خصني افهم غافل انت اللي تقد انت اللي تقد علي غايه ما انا في الليل واسمع 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 اسمعني
انت لو كان بقى عندك رغبه ديال الخروج غتقول لي شوف محمد راه مانعتني واحد الحاجه ما تخرج. ما هي اسمها الحاجه اللي مخلياتك متشبت بهذا الجسد؟ واش كاين سحر؟ عطنا تاكل العصا؟ لا لا لا. واش كاين سحر؟ واش كاين سحر ما عرفت. انت عندك سحر ديالك لا مرضى لا السكر لا الملحه. انت عندك سحر ديالك انت. انا ديالي ديالك خاص بك انت. خاص بيا انا العاشق. انا العاشق وانا دخلت فيها دخلت دخلوني بالسحر. عرفناك دخلت بالسحر فهمني انا واش كنقول لك. انا اللي كنقول لك هو السحر ديالك انت فين كاين؟ فين كاين ديالك اللي انت خدام عليه؟ فين كاين المصيبه؟ فين كاين المصيبه؟ غير صبر تاكل العصا باش تكونيكت. الكونيكسيون عندك ناقصه. عبه عبه ما غاديش يقول. عبه ما غاديش يهضر. حمل والدي حمل والدي لا والدي لا والدي لا حمل والدي حمل والدي في الرهره في فرنسا. وانا سوقي يقول لك الله غادي فين؟ في فرنسا راه في فرنسا. لا لا بلاصه فرنسا. قالت هاد الهضره من قبل؟ فرنسا ما عمر قال هاد الهضره. فرنسا دابا انا ما باغيش السحر اللي داروه هادو داروه هدو داروه هدو داروه هدوك اللي دخلوا به دوك الجنود. انت ديالك دابا اي جن عنده سحر ديالو إذا كانوا في الجسد بعض المرات ثلاثة ديال الجن تقدر تلقى كل واحد عنده سحر خاص وكل واحد جاي من طرف شخص خاص. دابا انا كنهضر معاك انت الجن فين كاين السحر ديالك انت؟ انايا واه انت قلت لي كاين في فرنسا. فين في فرنسا؟ داروا لها في فرنسا. فين؟ عندها فين؟ اعطيه والله ما راك مكونيكتي. اعطيه اعطيه اصاحبي غير صبر غادي تكونك لا خصو يهضر بفمو. باش نقول لك الكذوب فين نراها؟ وما يمكنش الجن ما عارفش السحر ديالو فين كاين. جبدو ان شاء الله حتى تكونكت معنا هذا العام هذا. عين استنى سيدي استنى نمشي وحدي نمشي وحدي. علاش ما تسمعش السي محمد؟ علاش ما تسمعش؟ راه في فرنسا. فين في فرنسا؟ في حيط في شجره في بوطه في تنقرافه فين في الكازو فين؟ راه في فرنسا راه عندها هذه مرشلها في دارها. تقالت هذه الهضره؟ مرشلها في دارها من قبل عند شراقي ودايلها في المقابر. ما تقولش السميه زيد رشلها قالها خصك واش ديري باش ديري في الدار ديالك؟ راه عندك في الدار ديالك داري لها على المقابر داري لها على الزواج. انا كنهضر عليك يا الكالخ والحبس 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 سمعني. نعم انا كنهضر على ديالك انت وطالع ديالك انت ديالك انت. انا الزواج على كل شيء. ولا انت في راه السحر دي اعطيها صاحبي غير ما تكون اكطاش. اعطيه عبه ما فهمت فيها تجي غادي تفهمني. انا ورا فاهمني شتيها هو والله حتى يفهمني وغادي يكون فاهمني ويقدر يدير فيها ما فاهمنيش. نعاود نقول لك واحد الصبه نقيم علينا نقولها لك. جيب لي سبوره جيبوا لنا شي سبو. اسمع انت جن ياك انت كتعشقها انت كتعشقها وكتبغيها. دابا انت داك السحر اللي انت مخدام عليه ديالك داروه لك انت ودخلت به انت فين كاين؟ كاين في المقابر. مقابر راه كاين المقابر في الدنيا. ما انا يلا عندك سحر ديالك انت. يلا قول لي سميت القبر وفين جا هذا القبر وفين حدا الرجلين حدا الراس. عندها في المقبره. هنا مقبره. القبره انت عليه هود. فين هذا المقبره؟ المقبره انت عليه هود. فين هذا المقبره؟ وعندها في المقبره تاع المسلمين. عطيها لا لا عطيها عندها في المقبره انت عليه هود. انا فين غادي نعرف هذه المقبره؟ انت لا كان فيك الخير شوف شنو غادي تقول لي. غادي تقول لي تقول لي سمعني سمعني تقول لي انا السحر ديالي كاين في المقبره سميتها مقبره بحال مثلا حنا عندنا في وجده غادي مثلا جا عندي جني مثلا جلس ليها وسولته قلت له فين كاين السحر ديالك؟ قال لي ما عرفتش. عطيته قتله ديال العصا التابكه ودار كيما درت انت دابا. حتى هو كان يضحك في اللي قلت له فين كاين السحر ديالك؟ اسمع اسمع انا نعطيك مثال مثال سمعني. قلت له فين كاين السحر ديالك؟ تعرف شنو قال لي؟ كي خلى العصا مزيان قال لي راه كاين في المقبره نتاع سيدي معافه سميتها مقبره سيدي معافه. وقلت له فين هذه المقبره نتاع سيدي معافه؟ قال لي ها فين ها فين. قلت له سميت القبر اللي مدفون فيه هذا الشيء وما ناجيها على اليمن الباب اللي منا الباب. قال لي شوف راك تمشي على الباب اللي على اليمن تدخل وتدور على يدك اليسر وتحسب 10 القبور تلقى القبر سميته فلان بن فلان والاجل فوكاش تدفن فلان 1995 وغادي تمشي وغادي تحفر من جهه الراس الجنب اليسر غادي تلقى كموسه فيها تصويرتي تصويرتها اعتذر تلقى فيها شعرها بحال هكا فهمت؟ وانا شنو نعرف
دفنوها غادي تعرف اي انت حدك شوف يا اي مازال غادي تلقاي عارف كلشي انت بوحاطي انت انت بو انت ذيب انت انت والله الا انت مخ بصح انه نقلع لك ديك الطنازيه اللي هي هي عيات هي شوف فيا هذا هذا الشيء راه واعر عليها بزاف ايوا لا 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 ولا لا واش غادي لها الهم الفقسه ولا الهم يا ربي اه يا ربي شوف شوف انا عطوها كيري جيب لها كير اعطيه اعطيه مزيان هكا مفيد صحي هذا مساج سبيسيال نتاع الشينو وصلاتك الرسالة اللي قلتها لك في الأول ونعاودها لك واش نكملوا الحوار ديالنا وتقولي فين كاين السحر ديالك انت نخف واش نكملوا الحوار وتقولي فين كاين السحر ديالك اعطيه عاود ثاني باش تكوني قطعه معايا عبء واش يلا جاوبني قبل ما تاكل العصا واش تقولي فين كاين السحر ديالك واش تقولي فين كاين السحر ديالك عاود دفت واش تقولي فين كاين السحر ديالك عطيه ما بغاش عارف فين في المقبره ما انا مقبره مقبره ما انا مقبره نتاع فرنسا فين هذا المقبره فرنسا فين مقبره نتاع فرنسا كسميتها كسميتها فرنسا فرنسا فين هذا المقبره كسميتها كسميتها فرنسا عطيه دابا السيدي تصرت تبلوكا في واحد البلاصه قاعد فرنسا فرنسا تقدر تاكل العصا تقول فرنسا فرنسا زيد فرنسا علاش علاش اسمو اسمو عين 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 وشة فرنسا و فرنسا اعطيه في المقبره نتاع فرنسا فين في سميت المقبره سميت قادر تكونيكطا معنا ولا لا وتقول لنا هاد السحر سميت المقبره اللي كاين فيها قادر واش قادر ولا ما قادرش راه في فرنسا في المقبره فين المقبره فين نقول المقبره من هي فين المقبره نكذب المقبره المقبره تقول لي سميت المقبرة سميت القبر من مقبرة من مدينة فين جات وش مدفوني في هذه المقبرة وش فيها تصاور فيها معلقات قشيرة فيها كسرونة عجب فيها تصاور آه فيها الكسوة ديالها فيها الكسوة ديالها فيها ال... فيها كل شيء فيها كل شيء جبت وجبت انا غنقول عيطوني عيطوني
تشي يقول ما تشي يقول من عارف ما تشي يقول في القبراء تاع الفرنسيين سميتها في القبراء تاع الفرنسيين آه الفرنسيين فرنسا فرنسا من جات قول لي قول جاوبني جاوبني سميت المقبرة يقول لي سميت المقبرة سميت القبر المقبرة تاع الفرنسيين جاية فرنسا فين وصلنا غادي تفكر غادي تفكر زيد فين خليني فين تكلم وتكلم عييت فين عييت وانت تدخل تضحك يلا زيد فين كاين هذا المقبرة المقبرة تاع الفرنسيين فين؟ الفرنسيين وفين؟ جاي في مونبارناس اسمع 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 فين؟ مونبارناس تعرفي هاد البلاصة هادا؟ انتي بنت وجدة؟ هاد مونبارناس فين جات هاد مونبارناس؟ باري باري؟ بس الخبر كان مسافري جاي في فرنسا فين؟ جاي في فرنسا فين؟ في 19ème arrondissement باري 19ème arrondissement واه كي دار هاد المقبرة 19ème arrondissement le 19ème في 19 مقبرة كبيرة مقبرة كبيرة مع راسي شي واحد معانا هنا في فرنسا كاين هاد المقبرة السمية تاع هاد المقبرة الله يذكر اصبر معانا هنا ناس في فرنسا شي واحد المقبرة هذه كاينة في هذه البلاصة اللي كاينة في 19 هاني نقول لك ما فيهاش الكذوب حتى هي تكون 18 هما المقبرة في 19 مونبارناس مونبارناس سيد باري باريس باريس كاينه مقبره تما اسماعيل كاينه مقبره تما اسماعيل راك دابا في باري انت كاينه مقبره تما في هاد البلاصه اللي كيقول كناش في 19 اسماعيل مقبره كاينه حداك صافي راه حدا هاد الاخ هذا كاع هي المقبره حداك صافي راه عرف المقبره الاخ في 19 هذه هي راه قالنا ديزني صافي 19 الحي القديم صافي اسماعيل اخويا مسموح تدخل المقبره دابا مسموح ندير معاك ابيل فيديو نتاكدوا غير من الاسماء ما تحفر ما ولا اسمعي قادر تدخل كاين نعم جزاكم الله خير اسماعيل 19 عطيني سميت القبر السميه ديال القبر اسماعيل واش قادر تمشي دروك تدخل ما تحفر ما ولا غير تشوف مسموح كي سميت القبر قبر يهودي قبر يهودي, قبر يهودي. يهودي قبر يهودي قبر يهودي قبر يهودي كي سميت هذا القبر اليهودي راك معنا اسمعي كي سميت هذا القبر اليهودي عارفين حداك اسماعيل قلت لك واش قادر تدخل المقبره دابا وتجبد لي السميه اللي غادي يذكرها دابا بالعصا ونعرفوا واش كاين بصح قبر فيه هذا السحر كوين كي سميت القبر جبدوا يطلع له كونيكسيون راني مع الاخ راه تما حدا المقبره سميتو كوين قبر تاع كوين 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 زيد كوين سميتو قبر سميتو كواين فين جا هذا القبر هذا في كواين القبر يهودي سميتو الاسم ديالو كواين الميت كواين الميت كواين يلا راك تسمعني اسماعيل ما نجيها فين كاين هذا القبر اللي سميتو كواين الميت جاي على الليم ما انا في ما نجيها على الليم شت العصا كيهضر جاي على
اليمين. فين هاد الجهة اليمين؟ فوق ماشي لتحت، ماشي عند خلف، فوق فوق فوق. اش من بلاصة في 19؟ من بلاصة في 19؟ خليك معنا اسمعي، من جهة في 19؟ كاين بزاف ديال البلايص في 19؟ لا هذا لاغونديسمون 19. لاغونديسمون 19. لاغونديسمون 19. وهذه مقبرة، هذه لاغونديسمون 19؟ مقبرة. مقبرة كيما مقبرة نتاع سيدي محمد، كيما مقبرة نتاع سيدي بعافة، كيما فهمتك. في 19 كاين هذا المقبرة. 19 ايه 19. صافي عرفت اسماعيل البلاصة؟ الاسم ديالو كوهين. كوهين اش؟ كوهين اش؟ كوهين دافيد. كوهين دافيد. قال دافيد في الأول؟ دافيد. كوهين دافيد. ما قالش دافيد فين؟ كوهين. كوهين دافيد فاش تزاد؟ واش فوكاش مات؟ فوكاش مات؟ مكتوب في القبر لاضات فاش كيموتو. سميت المدينة 19. 19 هادي فين جات اسمعي؟ ما بين بونتان. ما بين بونتان. كتبوا كتبوا. ما بين بونتان. المترو بونتا والمترو الاخر اسمه تو. ما بين مترو بونتا زيد مترو 19 كاين بزاف لي مترو، وهي ما راهاش تعقل، وانايا عقلي تانيا بالخوف وكلشي عقلي مشى. كوهين دافيد. المقبره فين جات؟ مانا مدينه، مانا بلاصه في المدينه. لو 19 مانا مدينه، مانا مدينه باري. باري باري واه زيد باري. لو 19 كاين لاغونديسمون الواحد زوج. كاين مقبرة وحدة في باري ولا ما؟ 19 11 17 18. سميت المقبرة. المقبرة ما 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 تخوف او المقبرة كي سميتها ما هي باسكو راني ما تمشيش للمقابر نتاع اليهود ونتاع النصارى وما بغاتش تذكر من بغي. فين جات هاد المقبرة هادي؟ حاول تذكر. كي داير خويا اسماعيل لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. شوف راه كنسمع على كلشي، كنسمع كلشي. راك تسمع صافي، عرفت البلاصة ولا ما عرفتش؟ لا اسمع اسمع، 19 فيام راه هي اغونديسمون. اغونديسمون زيد يعني هي كبيرة كبيرة. زيد كله يعطيني السمية ديال المقبرة والمكان فين كاين المقبرة. أنا دابا نتحصن ونلبس حوايجي ونمشي نخرج للمقبرة ويعطيني سميتو. فهمت؟ صافي يلاه قول لنا. شوف قول لي أنت كتكذب، قول لي أنا علاش مقبرة تقول لي ما كايناش في 19 يوم. كاينة في باري مي ما كايناش في 19 يوم. وبونطا اجي جلس هنا، اجي راك تسمعني، اجي نوض صبري نوضو يجلس هنا. اصبر انا ما نعرفش فرنسا، ضروري خصنا نستعينوا بشي واحد كاين في فرنسا. اجي كاينه في 19 فيها، كاينه في 19 فيها، كلشي غادي نعرفوه. كاينه في 19 فيها. واش قلت؟ واش قلت؟ قلت كاينه في 19 فيها المقبره نتاع 19 فيها. باش نقول لك ما انا بلاصه في ديزني. ما انا بلاصه في ديزني فيها. هو قال لك راه مدينه كبيره فيها مقابر بزاف. مقابر بزاف. واعطينا سميت القبر، قرب لنا، نعتنا، عطينا شي تقريب. حنا بغينا نتبعوا الكذاب تاع المقبره. هي الكبيره سميتها زيد. هادشي ما تذكرش من قبل؟ لا اول مره تذكر هادشي. مزيان زيد كمل، زيد كمل. هي الراس ديالي ما عنديش باش نقول لك المقبره كي زويده. وانت دابا جي نموكل بالسيحه، انت ماش تعرف المقبره فين كاين. ايه هو حقاش ولادي ما تبغيش باش تدخل لهذوك المقابر تاع اليهود وتاع النصارى. حنا قلنا نقرب لنا، شحال كاينه من مقبره تما اسماعيل في هذه البلاصه؟ هذه البلاصه كاينه هذه فين اللي قلت لك. اسمع اخويا محمد، بحال قلتي دابا، بحال قلتي دابا انت كيقول لك هويا، كيقول لك هويا الجهه الشرقيه. واه الجهه الشرقيه فيها بركان، فيها كرزي، فيها وجده، فيها كذا. واش فهمت؟ باغي باغي راه عارفه صاحبي. سي باغي فيها 21 اروندي سون، سي
19 c'est Paris. 19 ème 19. دور هنا دور. عاود عاود شنو قلت؟ اسمع صبر صبر. باري قال لك فيها 21 دائرة. 21 اروندسمون. قلت لك السي محمد. قلت لك كاين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 عطيت 19. اسمع 19. 19 انا ساكن فيها. قول له ايه قول له قول له قول له نحب الوالدين ذكرني به. كي سميت المقبرة غني غني أنا نقول له كل ما شي سميت اذكر لي شي مقبرة حلوة لي راح حدا لا قول له يقول لي أنا أقول لك من هي تقول تذكر اسمها قول لي تذكر اسمها أنا عارفها عاود عاود لا مي سا سي المترو سا سا سي المترو سي با المقبرة سا Non, ça c'est un jardin ça. On a goûté le mokbara de Karni. Ah, c'est un métro. Je vais vous dire que le métro. C'est un mokbara. C'est un mokbara. Voilà. Oui. Je vais vous dire que c'est un mokbara. هذا تشوف خصنا نعرفوا غير سميت على المقبره راه تكون ينماد ينماد او سكور او سكور جون بو بو جون ساكن في 19 صافي صافي ما يعرفش المقبرة انت ديزنا ماشي كي ما يعرفش دابا انت هاد السحر اللي كاين في المقبرة انت اللي خدام عليها قديم هاد الشيء والماكلة لا هذا اللي في المقبرة هذا اللي في المقبرة قديم المقبرة المقبرة يا اخي كاين شي واحد ساكن تما في هاد ديزنا الليل هذا الليل شكون غيجاوبك غادي 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 غدا غادي نجيب لك الاسماء نتاع المقابر يعطيك الخير يعطيك الخير هذاك قلت لك خصنا نعيط انا الزوج تاعي الزوج تاعي يعرف مزيان غير اسمع غادي نخدموا نهار ما نخدموش ليل ما بغيتش نخدموا الليل دوكا الليل حتى الاخ لا بغى يدخل المقبره انا ما نبغيش يدخل المقبره نخاف عليه فهمتي نعم القانون اللي كاين في اوروبا ماشي هنا في المغرب هنا في المغرب كلشي كيتدهن صافي عندنا الخبز بزاف الزبده بزاف الفرماج كيري فهمتي تما لا ما كاينش داكشي انا ما غاديش يقدر يدخل غادي يدخل تصرى له شي حاجه مشدودين كيفاش خليني نكمل هاد الطرتي ما تقطعنيش غادي حنا غادي نديرو الرقيه بالنهار غادي الرقيه تندار بالنهار الرقيه باذن الله عز وجل غادي تندار بالنهار كتسمعيني ان شاء الله غادي كتندار بالنهار كون جبت معلومات كافيه على اسماء المقابر غادي نذكر الاسماء ويتفك وهو راه هنايا غادي نلاقي الزوج ديالها مع واحد الاخ كنعرفو تما راه معانا وغادي يمشي الزوج ديالنا كي... شي واحد تما قلتي لي انت درك لا العائله العائله كامله تما صافي غادي نلاقي شي واحد شي شاب كاين شي واحد تما تكون عنده جوايه 26 27 سنه علاش ولدها يتفاهم الوضع كيفاش هو صافي غادي نلاقيه مع هذا الاخ اسماعيل في باري يمشي لعندو البلاصه اللي راه فيها خدام غادي نلقاو حل غدا غادي نجيب الاسماء ديال المقابر وغادي نلقاو حل صافي غادي نبداو هاد السحر ديال المقبره ونبداو بالسحر الماكول وغادي نتبعو بالتدريج درجه درجه حتى نوصلو للحل صافي خرجني هي انا بغيت نخرج ماشي غادي نخرجك انا بغيت نخرج عييت عييت كذاب لو كان شوكا كانت عنده الرغبه ديال الخروج باش نفهمك الحاج ما قريت لا عليا لا والو قرب عليك قبل مني 50 في يوم الكفاية أنا ندير خدام شي اللي كان عارف إن شاء الله صافي إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ربنا ونتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا نتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عنا عيوبنا اللهم اهدنا إلى الحق وهدي بنا واجعلنا ربي إلى الحق هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين
اصلح يا ربي احوالنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم اعلي رايه الحق والدين وانصر الاسلام والمسلمين وهدي امه محمد اجمعين الى الحق والسداد والرشد واليقين. وتب اللهم يا ربي علينا انك انت التواب الرحيم. واغفر اللهم يا ربي لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل. نعوذ بك يا ربي من النار وما قرب وما ادى اليها من قول او فعل او عمل. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك الفواحش والمعاصي والمنكرات. اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما هو آت يا إله ورب الأرض والسماوات. عندي واحد الأطفال بغيت نسمع شي أسماء أنت شي مقابر وقول لي قبل ما نقطعوا. لما أنت عندك نية طيبة. نيتي إيه؟ نيتك زينة. إيه كون ما نيتي طيبة ما نجيش عندك وما نقولهمش وما نقولهمش نمشي عندك. لما أنت اللي اختاريتني ولا هي؟ صبر صبر واحد الدقيقة اسمع أنت اللي اختاريت ولا هي؟ يا كرهت بالاخرين قلت لهم بغيت نمشي عندك. أنا غادي نتعاون معك حتى بغيت تجي لعندي. عرفتي نفوق وأنا يا جالس فوق. في الزنقة وانا نجري عند دار اختها وانا نطير وانا نستنى وانا والو ونقلت كنا لو كان عرفت الدار كون جيت انا الاول دخلت صافي ما يكون غير خير انا والله تنتعاون معك بصح ما تكونش ماكر كنشم فيك الكذب بصح هو اللي مهاش مسكينه هي لا ما نعذبك لا انت هي كنا عاوني باش من دابا شوف دابا سمعني انت دخلت كضحك ولا ما دخلتش تضحك وبكيت دابا ولا ما بكيتش ولكن شكون السبب انا ولا انت انت هي يلا اسمع غادي يذكر عليك شي اسماء وانت تفضل يلا اسمع واسمع اسمع خويا محمد اول حاجه هو انه قال لي كودي الاول قال لك مونطوناس مونطوناس ما كايناش ديزنيريم ياك هذه اول كذبه زيد ياك خليه كمل ديزنيريم كاينين جوج ديال المقابر كاينه وحده سميتها سيمتير دو لا فيليت لا زيد لا زيد لا هذه هي صافي زين وخا دابا عطانا سميت القبر كي قلنا سميتو ذكرونا كوين دافيد فكاش مات هذا القبر فكاش مات هذا الميت القبر فكاش مات هذا السيد 1931 مكتوبه تما 1931 وفين كاين هذا السحر في هذا القبر هاد السحر فين كاين في هاد القبر حدا الرجلين حدا اليدين حدا الراس وعبارة عن ماذا هاد السحر زيد وش دفنين تم كسوة ديالها شعر كسوتها وشعرها الضفر حشاكو وزعما قدام الحيض ديالها وفين كاين هاد الشي هذا ما انا بلاصة في المقبر دفنين ويتم فين حدا الرجلين حدا الراس ما بين الرجلين وبالراس واخا سيدي هذا هو القبر ياك دابا شتلو كان يمشي وما يلقاش هاد السميه بهاد اللاضات في ديك المقبره غادي تعذبني لا ندغدغك ما عرفت انا بالخوف ما عرفت مسدوده يعني خصك تدبر شي واحد يهودي تما لا يعني تقدر تدخل انت سميتو ولا اني مشيت قلبت في القبر وما غاديش يكون فيك عيطوا للبوليس واخ لا قول لهم انا غادي نشوف انا غادي نغامر معاك قول لي انا راسي قاصح اكثر منك دوك اللي فيا راه انا مدرس معاهم تاع هذا الاخ مريض غادي ان شاء الله غادي يدخل زين ما تحفرش غير صور اللي صورنا القبر وتما غادي نهضروا مع العائله ديالها وما يشوفوا شي حل صافي صبر زيدكم ما نصف قال لك سيدي ما نصف انت في الاول ما كنت عارف حتى حاجه ودابا وليت عارف كل شيء ذكرت لنا سميت المقبره وذكرت لنا المدينه يعني العصا هضرك ولا ما هضركش
يعني نوضو نعطيوه شويه عصب باش يكمل. الله يخليك. الله يخليك يرحم والديك. يرحم والديك تاكل شويه عصب وكملنا القصه. يرحم والديك. ما نصف. وقول له ما نصف. ما نصف. ها. و واخا صبر. ما نصف دابا انت عرفت المقبرة عرفت سميتها عرفت زيد هضراني كنسمعك كنسمعك. اللي من وا اللي من جيته واخا زيد صار وا لا حتى الغدا ما دير والو حتى الغدا ونهضر معاك. يلا السلام عليكم. نكمل ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك من جميع الذنوب والخطايا نتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عنا عيوبنا اللهم اهدنا الى الحق واهدي بنا واجعلنا يا ربي الى الحق هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اسال الله العظيم ورب العرش العظيم ان يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا قيداء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا الما. ربما كان مصاب في منك وحدك ما كان خطأ أو سهو أو زل أنسيان في الطريقة القراءة والقول الكلام في النفس من الشيطان. الله ورسوله الله أعلم والحمد لله رب العالمين.